صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم، من الأولين والآخرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله كل مؤمن ومؤمنة يا غريب، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فإن أنسى لا أنسى أم البنين، وقد فقدت ولدها أجمع، تنوح عليهم بوادي البقيع، فيذري الطريد لها أدمعا فيذري الطريد لها فلا تسلم، فقدت واحدا فلا
تسلم من فقدت واحدا، فما حال من فقدت أربعا؟ أربعة، أنا أمي الأربعة الراحة ولا جو. أخ أنا أمي الأربعة الراحة ولا جو. أخ ولا جو، أخ ولا جو ولا جو. عقوبهم أرض مات لي مني ولا جو ولا جو. يما شقد ونوا على الغبرة، ولا جو ولا جو ولا جو. ارفعوا راسي بجهاد الغاضرية، ون إلى قبرها في البقيع من جوار أبي عبد الله، بارك الله بكم. ارفعوا راسي بجهاد الغاضرية، حضري حضري ونتج يا فاطمة الزهراء، حضري ونتج يا فاطمة الزهراء. على وليدك يا مظلوم أريد أقرأ، راح أقرأ المصيبة ودمعتي بخدي. مولاتي فاطمة وعلى فراشي الحزين، يا فاطمة قعدي مولاتي ما أدري إلك من يا هضم أبدي ويا ولنا الأجرها وأجر يا حسرة. رديت أبدي لك بنوحي على العباس، سمعت أم البنين تصيح لا 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 يا ناس، أقروا على وليد الجثة بلا راس. أي ونطم صدوركم على هالشمام صدر. بعد يا وسام كمل شاعرنا. أي طلب يا الزهرة عندي، طلب يا الزهرة عندي، أي والكرم طبعك إذا نحتي ولطمتي وظل يصب دمعك. مولاتي لا تخلين إيدك توصل ضلعك يا يوم. ليش أي أخاف عليك ضلعك اللي مكسر؟ بعد مولاتي عذرا سيدتي فاطمة، اي راح اقرأ واذا اذيك قليلي اخ لحقت حسين لما نصاح لحقيلي اخ واويل انذبح عطشان ان واويلي واويلي. واريد ون الى قبر الزهراء، اي هواويل انذبح عطشان يا واويلي. انا لله وانا اليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
قال الله العظيم في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هدية نبعثها من جوار قبر أبي عبد الله الحسين إلى قبر مولاتي فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الحديث عن أم البنين سلام الله عليها هو حديث عن الوفاء والإيثار. الحديث عن أم البنين حديث عن الأم المربية. الحديث عن أم البنين حديث عن الأم المثالية. الحديث عن أم البنين حديث عن هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكيف لا وتتزوجها علي سلام الله عليه لكي يرزق منها ولدا يكون ناصرا لولده الحسين يوم عاشوراء. أحاول ألم موضوع هذه السيدة بشكل سريع بما يسع المجال إن شاء الله. موضوع تربية الأولاد أحبتي، إحنا كلنا يمكن آباء أو سوف نكون آباء في المستقبل إن شاء الله. تربية الأولاد واجب شرعي، حق شرعي في عنق الأب. الأب شلون مولاي؟ هذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: تجب للولد على والده ثلاث خصال. الإمام الصادق في كلامه هذا يبين الحقوق الشرعية الثابتة للطفل في عنق أبيه. ركزوا وياي. يقول الإمام الصادق: تجب للولد على والده ثلاث خصال. ثلاث أمور واجبة بعنق الأب للولد. شنو مولاي؟ أولا اختياره لوالدته، هذا راح أخليه آخر شيء. ثانيا تحسين اسمه. يعني شنو تحسين اسمه مولاي؟ الطفل ببطن أمه وقبل ذلك في عالم الذر وعالم الأصلاب، شنو ذنبه لو أجل الدنيا وشاف اسمه مو اسم حسيني مو اسم إسلامي؟ هذا حق شرعي في عنق الأب أن يختار له اسم حسن، وأهل البيت يقولون خير الأسماء ما عبد أو حمد. اختار له اسم أحمد، اسم محمد، أسماء إناث، اسم فاطمة يقول الصادق من آل محمد. يقول: ما دخل فقر دارا فيها فاطمة. هذا حق شرعي. بعد مولاي الحق الثالث المبالغة في تربيته، يعني واجب على الأب أن يأذي روحه، يتعب روحه لكي يربي أولاده. ليش والله واجب؟ لأنها مسؤولية شرعية على عنق الوالد. سيسأله الله يوم القيامة: قفوهم إنهم مسؤولون.
هناك الله سيحاسبنا على ذلك. زين، اختياره الحق الثالث، اختياره لوالدته. شوفوا أحبتي، ركزوا وياي، أهم بند تربوي ركز عليه الإسلام كثيرا وضرب على هذا الوتر كثيرا كخطوة أولى في تربية الأولاد، هو اختيار الزوجة الصالحة. لماذا؟ لأن الإسلام، وركز عبارة، الإسلام والله وأهل البيت ينظرون إلى الطفل بأنه بناية، بناية، بناء لمستقبل واعد. لما تبني بناية حسينية، مسجد، برج، كلما كبر مشروع البناء كبرت هندسته ودقة هندسته. مثل ما أنت تجيب مهندس يخطط لك وين يخلي الطابوقة، وين يخلي الدنق، وين يخلي الكونكريت، وين يخلي الشيش، كذلك الطفل بناء مستقبل واعد. كما أنك تهتم لبنائك بهندسته، يجب عليك أن تهتم لطفلك بهندسته، وهندسة الطفل تربيته. شلون مولاي؟ إذا الإنسان اللي يبني بناية ما يخلي كل طابوقة بمكانها، سيكون البناء مهدداً بالسقوط والانهيار. إذا الطفل أنت ما تربي، ما تطي أمور حلال وحرام، بابا هذا غلط، هذا صحيح، هذا عيب، هذا تعال وياي إلى عزاء الحسين، إذا متربي، من يكبر 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 سينهد ركنه، سيسقط ويسقط به الآخرين، كما صار كثيرون التاريخ. طفل ما متربي كبر صار صدام حسين وغيره وغيره، يصير هتلر، يصير اللي فجر الناس في هيروشيما. هكذا بعد مولا، الإسلام يرى الطفل بأنه نواة، البذرة 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 لمستقبل الجيل الصاعد. الفلاح يزرع بذرته، فلاح الحاذق الماهر، روح يختار لأرض صالحة، وعاء صالح، يشوف الأرض ما تكون مالحة، ما تكون صخرية، صح ولا مو صح؟ الإسلام يقول أيها الأب، هذا الطفل، هذه النطفة، هذه البذرة، اضعها في وعاء صالح، مهد صالح، يستعد لاستقبال هذه البذرة. شو الوعاء الصالح حبيبي؟ الوعاء الصالح هو زوجته. فيجي الحق الأول، اختياره لوالدته، اختيار أول قيد، ما طول إن شاء الله، أول قيد تربوي ركز عليه الإسلام هو اختيار الزوجة الصالحة. لماذا؟ تدري لماذا حبيبي؟ لأن الأم التي تهز المهد بالليل بيمينها سنتين ثلاث سنوات ستهز العالم بشمالها. هاي الآن أم لطفل صغير رضيع، باكر يصير قائد، يصير زعيم، قائد ثوري، تصير أم للحسين، أي في أهل البيت، يصير أم لمهاتما غاندي، أم لجي كي فارا، أم لفلان وفلان. أنا ما أفتخر بهذه الأسماء البالية، لا حبيبي، مو الآن صار موضة مع الأسف في العراق كذلك. أشوف الشاب خال على صدره صورة جي كيفارا، هذا القائد الكوبي اللي قتلوه. زين، ليش ما تخلي على صدرك اسم أبو فاضل؟ ليش ما تخلي على صدرك اسم حسين، اسم علي،
هاي الموضات اللي تدخلنا الآن بالجديد. اختيار الزوجة الصالحة، لأن الأم التي تهز المهد بيمينها ستهز العالم بشمالها. زين الإسلام يتركنا هكذا ويعلمنا. الرسول يصرخ وينادي، الرسول يصرخ وينادي: إياكم وخضراء الدمن. شنو خضراء الدمن يا نبي الله؟ الدمن مكان الزبالة، شايفين مكان يذبون زبالة يطلع شوية خضار. الرسول يقول إياكم وخضراء الدمن. شنو خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء. ابنية حلوة رشيقة بالجامعة ملت عينك كاملا على المواصفات العالمية، بس روح شوف وين متربايا قلبي. متربايا في بيت الغناء، في بيت غصب، أبوها كان ذباح، كان عضو فرقة، أيادي منطقة بالدماء يولا. إياكم وخضراء الدمن، المرأة الحسناء في منبت السوء. شوف أبوها يصلي أو ما يصلي، شوف هي تصلي أو ما تصلي. مع الأسف الآن علاقات الشباب الزواجات صار شلون صار مولاي. أول كان الشاب يبعث أمه أخته خطابة يخطبوا له بنية، الآن لا بعد علم تطور. الشاب يكون علاقة مع فتاة عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وهكذا وهكذا وهكذا، سنتين ثلاثة يجي أبويا يا هاي يا ما أتزوج. صح ولا مو صح مولاي؟ وهاي منو؟ أبوها منو؟ أمها منو؟ عائلة مصلية، عائلة في بيتها، في بيت هذه الفتاة أكو الله يا ماكو الله. أقول لكم كلمة شباب خذوها مني، أنا مثلكم شاب. العلاقات التي تبدأ بالفيسبوك استنتهي بالفيسبوك، العلاقات التي تبدأ بالشارع استنتهي بالشارع يوما ما. ادخلوا البيوت من أبوابها. دز أمك، أم شوف لبنية مؤمنة في قلبها حب الله، في قلبها حب زينب، في قلبها زينب الكبرى، أمام عينيها فاطمة الزهراء، قدوتها فاطمة الزهراء لا الممثلات التركيات، قدوتها زينب، قدوتها رقية. خال بيتها في بيتها يا زينب الكبرى، خال في بيتها مدد يا فاطمة. اختيار الزوجة الصالحة. زين أجي إلى صاحبة هذه الليلة أم البنين أو أم البنين سلام الله عليها. كلكم يعلم بأن عليا سلام الله عليه بعد الزهراء أول زوجة تزوجها في مثل هذه الأيام هي أمامة بنت زينب بنت أخت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هسه الآن خلاف إيش قد طول الإمام تزوج؟ المشهور 7 أيام 8 أيام. لماذا؟ لأن زواجها زواجه معها كانت من ضمن وصايا فاطمة، وتزوج من بعدي أمامة ابنة أخي أمامة لأنها لأولادي مثلي، يعني هاي حنانها مثل على أولادي الصغار. حسن عمره 7 سنوات، حسين 6 سنوات، زينب 5 سنوات، حنانها عليهم مثل حناني عليهم. تزوجها، تزوجها عليهم. بعد الثانية، الثالثة هي أم البنين روحي فداها. والله اسمع القصة. أمير المؤمنين اللي في مسجد على المنبر، أكو لقطات تاريخية مزعجة كلش مؤلمة،
علي في المسجد قاعد على المنبر، علي أمير المؤمنين على المنبر قاعد وينادي برفيع صوته: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض. ماكو واحد كان آدمي يفهم شوي عند عقل بهالجمع يسأله: يا علي شلون وصل القمر؟ ما حد ما سأله لأنهم مو بشر، وناس همهم معتلفهم، أكلهم، بطنهم، فرجهم. لا، طلع واحد قام سأل، طلع واحد عبقري بيهم سأل الإمام. إمام يصيح: سلوني قبل أن تفقدوني. أنت الآن شباب لو واحد الآن يقول سلوني، شو تسأله؟ تسأله عن المريخ، تسأل عن القمر، تسأل عن ما ورائيات. قام له سعد ابن أبي وقاص أبو عمر ابن سعد اللي قتل الحسين في يوم عاشوراء، قال له: يا أبا الحسن، كم شعرة في لحيتي ورأسي؟ زين، الإمام ما يدري كم شعرة برأسه هذا النتن. لو كان قايل له بشعر اللي برأسك وبعيدك 1,560,000، كان يصدق؟ صدق؟ خب ما حاسبه، خب هو جاهل أحمق. الإمام قال لو شئت أنت لأخبرتك. أقول لك عندي علم، أنا لا أقول لك عن السماء أدري بشعر الله كم شعرك. لو شئت لأخبرتك، ولكن أقول لك كلمة: إن تحت الله يا أمير المؤمنين، إن تحت كل شعرة في رأسك ولحيتك شيطان أخرس يلعنك، وإن في بيتك لسخلا يقتل ولدي الحسين يوم عاشوراء. قال له: في بيتك أكو سخل، حيوان، بهيمة راح يقتل ولدي الحسين. هذا أهم، أقول لك كم شعر براسك، هذا أهم من ذاك. زين، هذا الإمام العظيم سلوني عن طرق السماء، ليش لما أراد أن يتزوج فاطمة بنت حزام أم البنين أرسل إلى أخيه عقيل؟ تدرون بعد مدة حتى روح المصيبة، بعد مدز إلى أخيه عقيل: يا عقيل، عقيل أخو الإمام أبو مسلم بن عقيل باب الحوائج في الكوفة، كان عالما بأنساب العرب، نسابة كان، وكان ضرير. قال له: يا عقيل، اخطب لي امرأة أنجبتها الفحولة من العرب. أرجع كلامي، اختاروا، يقول النبي: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. اللي يريد بطل يأخذ مرأة من الأبطال، من عائلة بطلة. قال له: أريد اخطب لي امرأة قد أنجبتها الفحولة من العرب، يعني الأبطال، يعني أهلها أبطال، عشيرة أبطال، زلم خشنة. لماذا يا علي؟ عقيل يقول له: شو سوى بالزوجة؟ قال: لكي أرزق منها ولدا يكون ناصرا للحسين يوم غربته، يكون يوم عاشوراء ميعوف ابني. قال: عليك بفاطمة بنت حزام الكلابية. والله اسمع القصة، تروح المصيبة بعد. بالليل الصبح اللي اجى خطبها عقيل، ترى فاطمة بنت حزام في عالم الرؤيا، ترى بأنها في مكان، في بستان، عرصة كبيرة، مكان الجو صافي، القمر بين، النجوم بينة. تقول: أنا دا أمشي بالصحراء بهذا المكان الجميل، الجو صافي، وإذا رأيت بأن قمرا وثلاث نجوم سقطنا، انقلعنا من كبد السماء وسقطنا في يدي. وأنا خفت، قمر
وتثلج ونزل من السماء وقعت وقعان وين؟ تشفي. قل أنا قمت فزع مرعوبة. الصبح طرق الباب، منو؟ عقيل على الباب. عقيل إيش عندك حبيبي؟ جاي أخطب بنتك فاطمة، أخطبها لعلي ابن أبي طالب، تنطيها يا ما تنطيها؟ هاي بلي شافي حلم، والله اسمع القصة حلوة. أخطبها، قال اسمح لي أخذ إذن البنية. شوف تقبل رأي رأيها مو رأي، هذا الصحيح حبيبي، هذا الصحيح. الحق ويا البنية، لما يجي واحد يخطب بنتي أنا ما أقدر أفرض رأيي عليها. لو فرض الأب زواجا على ابنته والبنت غير راضية، الزواج باطل شرعا. رضا البنت شرط شرعي في زواجه. يجي واحد ينهى عليها، هذا ابن عمك وغصبا على خشمك، شنو هذا؟ الله يقبل بي حبيبي؟ اسمح لي اخذ اذن ابنية. دخل، ترك الخطاب عقيل، ترك بالغرفة، دخل حتى ياخذ اذن فاطمة بنت حزام صاحبة هذه الليلة ام البنين سلام الله عليها. يقول دخلت واذا بفاطمة بنتي قاعدة يم امها، وامها تمشط شعرها، ترجل شعرها، تسولف لها، تحكي ويا امها. الابنية عندها اسرار ويا امها. يقول انا حزام، يقول انا وقفت ورا الباب اسمع شنو الحوار بين فاطمة وزوجتي. يقول سمعتها تقول امها رايتهم رؤيا بارحه، ليش بتحلم؟ خفت، خايف من العلم. شنو علم؟ قال رايت بان قمرا ونجوم ثلاثه انقلعنا من كبد السماء وسقطنا في يدي. هاي من تسولف فاطمة. امها تقول فاطمة لو لم يخطأ ظني سيخطبك، ما تدري شنو القصة، سيخطبك رجل ذو مقام عالي وسترزقين منه 4 أولاد، الأول منهم كوجهه كوجه القمر. انتهى الحوار. يقول أنا سمعت دخلت قبل أبوها، يقول دخلت قبل فاطمة ابنتي حبيبتي. استجاب الله دعائك وتحققت رؤياك، هذا علي بن أبي طالب جاي خاطب إيدي، اشتقبلين يا نور عيني. يا ما تقبلين حبيبتي، علي بن أبي طالب جاي يخطبني، صدق كذب؟ ليش ما أقبل؟ ولكم مثل علي، علي الذي قال النبي عنه برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وين ألقى مثل علي؟ أروح أصير خدامة ببيت زينب، وين ألقى شرف؟ رضيت، خطبها، تزوجها علي سلام الله عليها. روح وياك المصيبة. يقول عزيزي الفيصلي عن لسان أم البنين، يقول أحلى سنين عمري وأجمل أيامه يوم جيتكم للدار خدامة. عن لسان هذه السيدة اسمها فاطمة، دخلت إلى دار علي مكرمة معززة، قالت يا علي شوف اسأل الحسن الحسين يقبلوني خدامة يوم يقبلوني خدامة، اسألهم. قال الدار دارك. دخلت، والله إذا وحدة اسمها فاطمة، ها احنا بعد أيام فاطمية، وحدة اسمها فاطمة زوج بالبيت شي يسميها؟ صيح اسمها بعد، وشلون اسمها مات اسم على قلب علي فاطمة؟ يصيح لها فاطمة تعاي، فاطمة روحي، فاطمة جيبي اسمها بعد، يصيح باسمها. فديوم جت يا علي، يا أبا الحسن عندي منك حاجة، تفضلي يا أم البنين. يا فاطمة بعد لصح من اليوم أم البنين، لصح لي فاطمة خلاص كافي، غير اسمي. ليش؟
اسمك ما أحلاه، اسمك محفور في قلبي، اسمك اسم حبيبتي فاطمة، نور عيني فاطمة. قالت لا يا أبا الحسن، اسم حلو بس لما أصيح لفاطمة أرى قلب زينب ينكسر، لما أصيح لفاطمة أشوف الحسين يطرق برأسه إلى الأرض، يتذكرون أمهم فاطمة، أشوف الحسين عيناه تمتلئ دمعا على أمه فاطمة، فغير اسمها وكناها بأم البنين، أم البنين، أم البنين. الله، كنت في سوريا قديما، رادود كان سوى قصيدة على هذا، على هاي القصة إنه غير اسمي، قصيدة حلوة كانت مستهلة، أنا لحد أنا حافظها دقالكم إياها. يقول ناديني يا أم البنين، دخلك يا حامي الحمى، الله ورسوله عليك، لا تقل لي يا فاطمة. اسمع اسمع، عيد مرة ثانية. ناديني يا أمي البنين، دخلك يا حامي الحمى، الله ورسوله عليك، لا تقل لي يا فاطمة. ليش فاطمة؟ خوفي على هاي العترة، تذكر أمها الزهرة، تذكر أمها الزهرة، خوفي على هاي العترة. كناها علي بأم البنين تفتخر، الله انطاها العباس، طاها جعفر، طاها عثمان، طاها عبد الله، تفتخر ناس يناديها أم البنين. بس اجى يا ناس يوم وقفت أم البنين، هذا الكنية تفتخر بيها، الصيح لا تدعوني ويك أم البنين. تدرون شو وقت حبيبي؟ بس اجى يا ناس يوم وقفت ام البنين تنادي، لا تدعوني ويك ام البنين، تذكريني باليوث العرين، كانت بنون اللي يدعى بهم، واليوم اصبحت ولا من البنين ولا من البنين. تدرون شو قلت حبيبي؟ لما دخل ركب السبايا، دخلت زينب الكبرى إلى مدينة رسول الله عائدة من مسير السبيل. وانتوا تصوروا الحال، زينب طلعت من المدينة وياها الحسين، وياها العباس، وياها الزليم البدور المنيرة، الآن راجعة، لا عباس، لا حسين، لا علي الأكبر، لا رقية، لا عبد الله. شاعر شو يقول؟ يقول يا خويا بيا وجيه طابت المدينة، شكول اللي يقول حسين وانا، شكول ناشدني من الناس، أخوك حسين وين وين عباس. هيا قلبك نروح إلى هذه السيدة العظيمة صاحبة هذه الليلة. دخل بشر بن حذلام، الإمام التفت إليه، يا بشر رحم الله أباك، أبوك كان شاعر، ادخل المدينة وانعى أبي الحسين، انعى أبي الحسين. يقول بشر رفعت راية سوداء
وضعت عمامتي، دخلت المدينة حاسراً حافياً وأنا أنادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، لا مقام لكم بها، لا مقام لكم بها. عجيب، يقول الكل خرج من بيته: يا بشر ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قال: أنا خبر عند قبر رسول الله. يمشي ويصيح: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، إلى أن وصل إلى قبر النبي. الكل اجتمعوا: يا بشر قطعت نياط قلوبنا، أخبرنا ما الذي جرى. قال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. أبو علي مقتول، شلون قتلوه؟ الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول الكل صاح: وحسينا، بعد ما بجدك الكل صاح: وحسينا وإماما. شفت بين الجموع أكو إمرية طويلة، ها تعرفوها، هاي صاحبة الليلة، على متنها طفل صغير جاي مسرعة، ها خايفة مذعورة: يا بشر أنت الناعي، أنا الناعي، أخبرني عن حبيبي الحسين، أهو حي أم ميت؟ منو هاي؟ قالوا: يا بش لا تلومها، هذه أم البنين، هاي أم العباس وإخوته. أي با، هاي أم الأربعة راحوا ولا جاوا، شلون أخبر اسم أربعة أولادها؟ قلت لها: يا أم البنين، آجرك الله بجعفر، بعثمان، بعبد الله. قالت: يا بش ما سألتك عن أولادي، أخبرني عن الحسين، أولادي كلهم فدوى لأبو علي، أخبرني عن الحسين، هو حي أم ميت؟ عجيب، أم صبورة، أم صبورة. يقول: أحببت أن أجرب صبرها بقمر بني هاشم. هاي المصيبة للحسين يوم عاشوراء، صاح منها: يا أخوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، إيه يا أخوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، وصرت مركز يا أخوي الكل الهموم، يا أخوي استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار. قلت لها: يا أم البنين، أخبرك راح عباس، أخبرك راح عباس، راح الضيغم اللي يرفع الراس. يقول: رأيت كتفها قد انهدان، حط ايده على خاصرتها: يا بيش قطعت نياط قلبي، اخبرني عن ولدي الحسين، اهو حي ام ميت؟ اهو حي ام ميت؟ اهو حي ام ميت؟ خبرتها بالمصيبه، غشي عليها، اغمي عليها. بعدما قال من غشوتها، توجهت الى دار ابي عبد الله. ودي: يا دار، يا دار، دار اللي كانت بي الحسين، كان بي أبو فاضل، كانت بي رقية، ها الآن دخلت زينب، شوف مكان رقية خالي، شوف مهد الرضيع خالي. صاحت صوت: يا فقدي الأحباب، بالله شمو حشيت يا دار الأطياب. لسان حالها، لسان حال زينب: بعد هيهات لي ملاقيت، اي بعد هيهات، اخ يعود الغايب وهم يرجع الموت. اي قاعدة تمشي على الحسين، واذا بالباب تطرق، بالباب يطرق، منو على الباب؟ قالت: مولاتي ان على الباب ام البنين. دخلت أم البنين، لقاء أمور، لقاء حزين بين هاتين السيدتين. بس ما شافت أم البنين زينب الكبرى، صاحت: وحسينا وولدا وغريبا وشهيدا. وجابتها زينب، جابتها زينب، صاحت: وأخا وعباسا. وأخا وعباسا.
والله أسألكم سؤال، إذا أم فاقدة 4 شباب تسأل عن أولادها شلون ضربوهم؟ أبو فاضل ضربوه بالعمود صح، شلون ضربوه؟ بيا عين ضربوه بالسهم، قصوا يمينه قصوا شماله؟ ها لا، ما تسأل هيك سؤال. أدي سؤال واحد، زينب مول أذب جئت الله يسعد قلبك، هاي إن شاء الله قلبك ويا زين قلب صاحب الزمان. زينب عندي منك سؤال والله جاوبيني بالصراحة، هل بيض العباس وجهي عند أمك فاطمة؟ أبو فاضل بيض وجهي عند أمك الزهرة، رفع راسي يوم عاشر ويوم ما رفع راسي، شو تقول أمي؟ ما قصر، أنت يمينه أنت شماله أنت سهم عيونه، ضربه بالعمود على راسه. فوق هذا، فوق هذا كان خجلان يوم عاشورة مني، رحت له أتعقب من عنده، رحت له أسلم عليه كأني بالعباس يتعذر من زينب. سامحيني سامحيني زينب، إيه عن نهر لو طاحت يساري ويميني، زينب سامحيني سامحيني، إيه هذه آخر كلمة بينك وبيني. أكمل يوم الأحزان حان لي وداع، هذا حكم الله وعلينا أمر جاري. خويا خويا إيه اختي، واليوم أعتذر جيت وارجو منك انتقيب لين اعتذاري. الله يا ابو فاضل اقسم عليها، اقسم عليك بكسير ضي العزجية، يخاف اكوني مقصر بحقك عليا، اخاف اكوني مقصر بحقك عليا، يحلليني واعذريني. زينب خاف روحي وما اريد لا ترتجيني، زينب سامحيني سامحيني، هذه آخر. لما سمعت الخبر فرحت، رفعت راسها بأولادها، توجهت إلى كربلاء تحكي ويا العباس، تقول له الحمد لله يا يما على نصيبي، حلال عليك يا يما حليبي، حلال عليك يا يما حليبي. رسالة الحسين واسألكم الدعاء، تقول له أبو علي أبو علي تمنيتك تريد سالم للوطن للوطن، أجابيك جرح الأربع هان، أنا لو أدري بحليبي هالوفا جايا، يا بعد ربيت لك يا حسين خوان، بعد ربيت لك يا حسين خوان، أنا لك عيد على درب الرضعون والسائلين يرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وانا غايبين باللحد مدفون. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين ولد الحسين، اللهم اقض بهم حوائجنا، اشف بهم مرضانا، يسر بهم أسرنا، اكشف بهم كروبنا. اللهم بأم البنين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا.
اللهم بأم البنين زد في قلوبنا محبة الحسين. إلهي بأم البنين زد في قلوبنا بغض أعداء الحسين. اللهم ارض عنا إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. الإخوة الحاضرون، الإخوة المؤسسون، اللهم احفظهم فردا فردا، تقبل أعمالهم، تقبل عزاءهم، وأوصل عزاءهم إلى إمام زمانهم خالصا لوجهك الكريم، وإلى روح مولاتي أم البنين، وإلى روح كل من مات على ولاية والإيمان. نهدي لجميع ثواب ما قرأنا مع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآله محمد.